عقد إدريس الشجر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية ندوة صحفية تطرق من خلالها لمجموعة من المحاور المتعلقة بالتوجهات المستقبلية والأهداف التي وضعها الحزب في إطار المرحلة السياسية المقبلة. عندي هدف بنقل العضوية من 28,000 إلى 50,000 قبل المؤتمر الوطني العاشر، كذلك تلتزم بأن 50% من الجماعات المحلية الموجودة لابد أن نعمل على أن يكون الاتحاد الاشتراكي تواجد فعلى الأقل في هذه 50% من الجماعات، تواجد حزبي أي بواسطة جهاز مسؤول في تلك الجماعة. وبطبيعة الحال هدفنا وطموحنا أنه في انتخابات الجماعية القادمة نصل إلى 71% من الترشيحات في الاستحقاقات الجماعية القادمة. وتحدث الأشقر عن مراحل التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للحزب المزمع إقامته قريبا، وناقش مسألة العضوية والمقاييس المعتمدة في توزيع عدد المؤتمرين حسب الجهات والأقاليم. بعد قرار المجلس الوطني للحزب حرصنا على تنفيذ كل القرارات التي صدرت على المجلس الوطني والتي صدرت بشبه إجماع وتوافق تام بين كل الاتحاديات والاتحاديين. هذا الحرص هو اللي خلانا نوقفوا على مسألة العضوية، واليوم يمكن لي نقول أنها انتهت، وعلى توزيع عدد المؤتمرين بالنسبة لكل إقليم وكل جهة، وهي كذلك عملية تمت وفق مقاييس موضوعية حددها لنا المجلس الوطني، وتمت بإجماع كل أعضاء القيادة. وخلال هذه الندوة أكد إدريس الشجر على عدة نقاط أخرى من بينها حرص الحزب على احترام التنوع الثقافي بالمغرب والحفاظ على مكانة المرأة داخل هيكل الحزب مع التفعيل الكامل لمضامين الدستور الجديد.